غزالة ديالي، كي دايرين لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما شفتوا معنا في الفيديو، غنحضروا اليوم طريقه تحضير منامان بطريقه تركيه كثير رائعه بمكونات جد بسيطه واقتصاديه، موجوده في اي بيت وكذلك في مده قصيره ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه، وهي واجده عندنا. فنخليكم مع طريقه التحضير والمكونات وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. كنحتاجو هنايا واحد البصله كبيره مشلضه اللي تكون مشلضه صغيره، وهنايا عندنا تقريبا جوج مطيشات حيدت ليهم الجلوفه ديالهم وقطعتهم هكا مكعبات صغار حتى ما شلطتهم، وهنايا واحد الاخضر حبه واحده، وكنحتاجو الزبده والزيت العادي، ولا تقدر دير زيت الزيتون، ولا تقدروا ديروا زيت الزيتون والملحه والابزار والفلفل الاحمر، والناس اللي كيعجبهم الحرور يديروا الحرور. انا الدراري ما كيكلكلوش عندي الحرور، داكشي علاش غنديروا بلا حرور، ولكن هو كيجي بالحرور كيجي لذيذ بزاف. تعلو عليها وغنضيف واحد تقريبا جوج معالق ديال الزيت عادي، اكيد نتوما الكميه كتحكموا فيها على حسب اعداد الاسره، فكل ما كانت الكميه كل ما كانت الاسره كبيره اكيد كتزيدوا المقادير. وواحد المعلقه بحال هكا ديال الزبده، وغادي نذوب الزبده ديالنا. من ذوب الزبده هذيك الساعه غنزيد عليها البصله باش نشحرها شويه. من بعد ما دارت الزبده فغنضيف الكميه ديال البصل اللي عندي، ونخليه حتى هو يتشحر واحد شويه، غنزيد عليه واحد شويه غير ديال الملحه والبزار وغنخليه يتشحر. ضفت الابزار، غادي نحركها غير شويه ونخليها غير واحد شويه دبال، واحد شويه بما دبالت، وديك الساعات غنزيد عليها الفلفل الاخضر باش حتى هو يدبال شويه، وغنزيد عليها ونخليها شويه حتى الدبال. ملي كنسدو عليها فدغيا كتوجد البنات، من الاحسن نديرو الغلاق عليها، نخليوها تشحر واحد شويه، ديك الساعه نزيدو عليها الفلفل ديالنا. كنخليو البصل ديالنا يتشحر لبضع دقائق، وديك الساعه كنضيفو عليه مطيشه اللي ديجا قطعناها حبتين من الطماطم، كنضيفوها باش حتى هي كنخليوها وكنسدو عليها ونخليوها حتى هي حتى كطيب مزيان وطيب جميع المكونات. وكنزيد عليها شويه البنات ديال الفلفل الاحمر، تقدروا تضيفوا الهريسه في هذه اللحظه، انا ما ضفتهاش، ضفت غير الفلفل الاحمر اللي كيكون حلو كيعطي اللون وصافي. وصديت عليها وخليتها حتى كتنضج لينا، تنضج البصله والفلفله ومطيشه، وديك الساعه غندوزو الخطوه المتتاليه. فكيف ما كتشوفوا من بعد ما داس عليها واحد المده كنحل عليها، كنلقى مطيشه ديالي بحال هكايا، فكنحركها مره مره وكنخليوها حتى كتشرب ديك الميه اللي طلقات المطيشه، وديك الساعات كنزيدو عليها واحد الكميه مناسبه من البيض على حسب الكميه اللي دايرين نتوما. بالنسبه ليا انايا فغنكتفي باضافه 4 بيضات فهي كافيه بالنسبه لينا، كاينه غير انا ووليدي وبنتي فبالنسبه لينا كافيه. الا بغيتو تخلطوا البيض خلطوه هضيفوا، ولكن انا كنبغي ندير بحال هكايا، كل واحد يكون حط ليه في الطبيصيل ديالو البيضه ديالو مع هذاك مطيشه والفلفله والبصل. صدقوني يا البنات كتجي هذه الاكله رائعه رائعه بمكونات بسيطه ولذيذه لذيذه، غادي نتعشقوها اكيد الا جربتوها، فما غاديش تقدروا مستحيل انكم تخلو عليها. فهي سهله بالنسبه للموظفات او الناس اللي كيخدموا، فكيجيو حتى الاخر الليل مساكن ما كيبغيوش يديروا شي حاجه اللي تشد ليهم الوقت بزاف، فبالنسبه لهذه الاكلات السهله فهي رائعه، وكيف ما كتشوفوا فهي مغذيه في نفس الوقت، كتعطينا القوه لحقاش فيها البيض اللي كيحتوي على البروتينات وكذلك الفلفل والمطيشه والابزار. كنخلي البيض ديالنا كيطيب غير واحد شويه البنات، ومن بعد كنضيف عليه الفرماج الاحمر محكوك اللي انا ديجا محتفظه به في الفريغو، كنجبدو كنستعملو على الطريقه مباشره. الكميه
فانا درت غير شويه، ما بغيتش نضيف بزاف البنات، فانتم تقدروا تقويوه بزاف الا كان المدرس ديالكم كيعجبهم. فانا درت غير شويه وصافي، وكنصدي عليه وكنخلي حتى غير الفرماج ديالنا يذوب صافي وكنقدموها. اما بالنسبه لبيض البنات فانا ما بغيتش نحركو، باش بالنسبه للاطفال ديالي فهما كيعجبهم البيض اللي بقى شويه بحال كنقولوا خضر، فانا خليته شويه خضر البنات. اما الا ما كانش كيعجبكم خضر فحركوا البيض مع المطيشه كيف ما كنديروا البيض مع المطيشه ديالنا حنا، فنحركوها كذلك مع هاد الاكله ديال المنامان. فهي كتجي رائعه. انا بالنسبه لي خليته بحال هكا، نتوما والذوق ديالكم نتوما والاختيار ديالكم. فالوجبه ديالنا الاكله ديالنا او الوجبه ديالنا جاهزه للاكل البنات، وبالصحه والراحه. اللي جربها من دابا وفكر انه جربها فكنقول لهم بصحه وراحه، فجربوها فريمون كتسهل تجربه البنات. وجينا لاخر الفيديو، فكنتمنى ان الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تضغطوا على لايك اللي توصل الفيديو الى اعلى لايكات، والاشتراك في القناه الا كنتم ما مشاركينش. وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.